التحضير لهي الحلقه كان صعب جدا واخذ كثير وقت ومجهود. اولا لانه الموضوع غير مالوف بنحكاش عنه بالمجتمع، وثانيا لانه ما كانش هوايين الاقي مشتركين يحكوا عن موضوع المثليه الجنسيه. وكل الطاولات عمرها بتقارب من عمر المبنى، انه بين 60 ل 120 سنه، من ايطاليا، من فرنسا، من المانيا، من القدس العربيه، من الشام. كل طاوله عندي بتختلف عن الطاوله الاخرى، لان انا بامن بالاختلاف، واذا الجماد له محل مع بعض فالانسان له محل مع بعض. بيامنوا انه هذا مش اختيار ابنهم، وما يحاولوا انهم يذنبوا نفسهم انه هن اخطاوا في تربيتهم لابنهم. بتقبلني كانسان كفادي، لانه غرفه النوم احاسيسي ومشاعري بتبدا بغرفه النوم تنتهي بغرفه النوم. النهار عندنا طويل جدا، حياتنا الجنسيه هي كثير شيء موجود فيه انتيمي، فيه شغلات خاصه فينا، وفيه حميميه موجوده بغرفه النوم، ومش يوم يوم بمحل الشغل ولا بالشارع ولا باي محل.